ممكن نزيد نوليو الى تعبئه اكثر، يوم الجمعه يوم الثلاثاء باسم الطلبه، ولكن ممكن ايام اخرى تدرج في الاسبوع، لما لا، للضغط اكثر. وكان مستويات نتاع الضغط مازال ما استعملناهاش، مازال ما وصلناش ليها، ممكن نصل لها بما فيه اضرابات في قطاعات، اضرابات مدروسه توزن بين الحاجيات نتاع المواطنين، بين التاثير اللي يقدر يكون على السلطه لكي تتنازل اكثر ولكي تتفتح اكثر. علاش محرجين من انه نديروا تنازلات ونديروا اجراءات ونوفروا الاجواء التي من خلالها نبني الحلول؟ احنا اولا ناكدوا مبدا اساسي بالنسبه لنا، احنا نامنوا بالحوار، احنا اهل الحوار، واحنا مامنين انه لا محل لا مخرج دون حوار. ولكن الحوار يعني عنده شروطه، عنده ابجدياته، عنده مبادئه، وحنا اليوم نسعوا الى حوار جاد، ومازالنا في حوار، نسعوا الى وسطات يعني حقيقيه. وحنا رانا في وسطات، رانا نبنيو فيها، رانا فيها منذ بدايه هذا المسار، منذ بدايه هذه المبادره. حنا في حوار مع المجتمع المدني، مع احزاب كل الاقطاب السياسيه باختلافاتنا، حنا كنا في حوار، والحوار نمارسوه يوميا. تكلمت مقبل على القطيعه، حنا مع قطيعه سلميه، اوني با بور نيكتور بروتال، حنا ماناش مع الفوضى، حنا مع الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على البلاد، الحفاظ على الدوله.